السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وحاد كسو دواتان برنامج عصوب او تحنا او لمق عبحي برشاد عشورها وحانا صوت ديارسي واحد حرير كددوينها اي حكتا وزارد ده هرمارين تمالية ده وحانا اللوغو تلقلي ان ددوينها تموريد السومالي اللان لغو برو نوعية ده كالدوان اي عشورها وبرنامج كي لبعد ومحي إله الدخلي هو إله الدخلي هو واحد اوكال بحان اللي دخلي عشور يمين عشور هين لبدا سبب على بحال كان عشور تهين كعشور طوال قرنيا كان عشور سن واللي سمدا يوح اللم بدا اللي سمدا جاليز كان اللي سمدا قرن عسى اللي سب إن في ككل إبا صابور هذا وحصل له دخل يعني عشور كوي من هو في ككلنا هو دخل عشور تها عشور تها كستم كا يا عشور هن بيجي هذا عشور وما حي خرشات كقف كل لو قلي هاي يكون لو قلي خرشات كلو قلي هاي قفك العشورة يكو عن لو قلين قفك العشورة يو وحي وقف سمان ودي الله بقى يبوضو لما خرشات كيو خسارة هو قلي قفك مركة عشور بحيوه انت اللي قلت ريسا من الدخليتك وحاشر ديها ان خرش كاسي يا خسارة سوق سيوه ولا دخليت كاس اوكي وينو تشرا خسارة وقالي عشر بحيو سنة دخليت كاس كاس أخو سيئة خولها سنة دخليت كيس خرج كاستا يخسارة كاس هو كب أحسن دخلي سنة ديات قناع صدا ما قناع سيئة سنة كاس سيدا ميد قويس راس مال عشور اللي بحيي أما قناع عقابت كاسي سوق ما نقول ايو ميد لو قولي هاي انو بحيو عشور بحيو واكما قفك يكوها تبتع عشورته قفك عشور تكوها شفته وقف قصته شخصي أما شركة كاس أو أي كوها شفته عشور شرعي وكبيي كاس أو دقن دلك أما أن دقنين بل سيد دخلي كه على حدود دلك السومال إيه هذا بس يدك أي عشوره وبحيان حقي أي كويا لان حفيسي ذا عشورها بري حفيسي ذا عشورها بري واحد كويا لان جودهان قبل الله يدق موينك دلك عودن هرجيسة برعو برمة بربرة وتشالة عينف وين عينبا اللي قبل لي ساس لاس عانو ساس يقوي يلا ندق مو ينكي يوقف والله ده تلك هولن حفيس هذا عشرة عشرة بري الدولة محمد إسماعيل وقت جاي أي شقالها عشرة بري وشقيان يعني. حفيس هذا عشرة بري شقاليه زوا واحد شقيان اللي يضع جلن هري يجلن دم بي ينجلن كهري أو كل واحد شقيان تضبط إلا maxaan ku jiraahdaa labada kuwa galinka daba shaqeeyaan waxa shaqeeyaan labada ilaa in shanta meelaha galinka daba shaqeeyo waa meelaha adigu kontaroolada iyo maxaan ku jiraahdaa ashuuraha ashuurta ashuurta biriga laakiin inta kale waxa laga shaqeeyaa in galin hore sida dawladdu inta shaqeyso in la mid ah tani inta aan isugu imanayna daawadayaal barnaamijkan ka xiga waxaan idin kaga tagaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وحاد كسو دواتان برنامج عصوب او تحنا او لمق عبحي برشاد عشورها وحانا صوت ديارسي واحد حرير كددوينها اي حكتا وزارد ده هرمارين تمالية ده وحانا اللوغو تلقلي ان ددوينها تموريد السومالي اللان لغو برو نوعية ده كالدوان اي عشورها وبرنامج كي سدحات حقيا ايا لغيه لكرا حكتا اما معلومات كعشورين لغيه لكرا xafiisyada cashuuraha bariga ee dalka oo dhan gobol kasta iyo degmo kasta xafiiska waxaa jira xafiisyo la yiraahdo xafiisyada xogsiinta cashuuraha cashuur bixiyaha ee xarunta cashuuraha bariga taguud xafiisyada xogsiinta cashuur bixiyaha ee xarumaha degmooyinka gobollada kamaruur jeeg ka togdheer ka sool ka sanaag soo kale iyo xafiiska o s s ku dhex yaalla wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaa kalood xog laga heli karaa xafiiska cashuuraha bariga ee rugta ganacsiga waa maxay nidaamka isdiiwaangelintu nidaamka isdiiwaangelintu waa nidaam cashuur bixiyuhu qaadanaya lambarka aqoonsiga cashuur bixinta waa ayacda isdiiwaangelinaysaa nidaam waxa weeye
هو كواجب يستوان قلنتو قف أما الشخص كستا الشركات كستا أو شرعه كواجب يو إنو سوقد بيو حساب علين تيير روح كستو مسؤول كاع عشور كريبستا شقاليس حيالك الدخلو وحرده يانو استوان قلنتو وهالكي قابط النظام كيستوان قلنتو قابط النظام كيستوان قلنتو واحد فيس كحرون تعشورها برقع فيس كويالا ee madax xaqiibta xafiiska diiwaangelinta iyo goobihiisa laamihiisa ee digmooyinka iyo gobolada dalka sidee ayuu u dhacayaa nidaamka diiwaangelinta qofka diiwaangelinaya inuu diiwaangelinta sameynayo waxa uu tagayaa sidii maxamed bashe ee xafiiska qaabilsan ee tanaga helaya formkii isku diiwaangelinayay ayuu halka ka qaadanayaa kaas aanu buuxinayaa waxaan raaciyaa tilmaamaha formku فومك عشوره محو يحب فومك عشوره ويفربنيهن فومو فومك دوانجلين تعشور بحيوس كدوانجلين فومو فومك حساب علين تعشور بحيوس اختياري وسب بحيو حساب تيسا مركا إن أيا وبكون بحنا عشورتها هو شبه تيسا تمعاش معاش كتشقى لها يتج عشورة بدي عادي أديجا يوحي لمدا هل كي أيا لقيه لي هذا بفهم كاسي عشوره waxaa laga helayaa xafiisyada cashuuraha beriga ee dalka oo dhan waayo cidda u baahan foomkaasi cashuuraha waa cid kasta oo xeerku ku waajibiyey inay soo buuxiso foomkaas sida looga baahan yahay xisaab celin cashuurtiisa inuu keeno waqti xadidan sidee loo buuxinayaa foomka foomka waxaa loo buuxin karaa electronic baa lagu buuxin karaa manual baa lagu buuxin karaa labadaba waxaase shardi ah in ay leedahay saaxiibi iyo shambadii cashuur bixiyaha ama wakiilka tan inta aan isugu imanayna daawadayaal barnaamijkan ka xiga waxaan idin kaga tagaynaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وحد كسو دواتان برنامج عصوب أو تحنا أو لمقع بحي برشاد عشورها وحنا صوت ديارسي واحد حرير كددوينها إيا حكتا وزارة ده هرمارين تمالية ده وحنا اللوغو تلقلي إن ددوينها كمريد ده سومالي اللان لغو برو نوعي ده كالدوان إيا عشورها وبرنامج كي أفراد ومحي عشور تشقاله عشور تشقاله داخلي كستوقف شقالي والشهران كقاطه walla gash oo cashuur oo la shaqeeyo ka jiro mushaharku qaadanayay ee ku waajibaysaa cashuurta shaqalo waxay ku waajibaysaa qof kasta oo haya qof kale ama cid kale shaqo taasoo ka helo dakhli ama mushahar ay ku waajibaysaa mushahar sugan waliba maxamed oo markaa ma waxa la cashuuraya mushaharka tooska mise gunadana waa la cashuuraya cashuurta dakhliga cashuur iyo wax kasta dakhli kasta oo qofka shaqaalihii qaato kuwaas oo ah xuquuq mushahar xuquuq dakhli maalmeed mid gurno iyo mid in shaqo dheeraada dhammaan dakhliyada uu qofka shaqaalihii helay ee waa la cashuuraya waxaana ka mas'uula in loo shaqeeyaha inuu ka jaro cashuurta ku waajibtay imisa la bixinayaa cashuurta shaqaalaha cashuurta shaqaalaha waxaa la bixiyaa boqolkiiba lix hadaba sidee loo bixinayaa maxamed oo cashuurta shaqaalaha waxaa loo bixinayaa cashuurta shaqaalaha loo shaqeeyaha ayaa ka reebaya cashuurta shaqaalaha ku waajibay bil kasta dabeedna wuxuu geynayaa xafiiska ugu dhow xaruntiisa goormaa markaa maxamed aadan oo la bixinayaa cashuurta shaqaalaha cashuurta shaqaalaha waxaa lagu bixiyaa bil kasta hal mar baa lagu bixinayaa xaggee lagu bixinayaa cashuurta shaqaalaha waxaa lagu bixinayaa xafiiska ugu dhow xaruntiisa ganacsadaha cashuurta ka reebay loo shaqaalaha haddii aan la habsaamo cashuurta shaqaalaha maxaa dhacaya waxaa dhacaya ganaax waa maxay ganaaxa cashuurta shaqaalaho cashuurta shaqaalaha waxa weye cashuurtii waajibtay oo lagu luftay boqolkiiba labo oo lagu daray cashuurtii yaa ka mas-uula cashuurta shaqaalaha cashuurta shaqaalaha waxaa ka mas-uula loo shaqeeyaha isagaa ka reebaya shaqaalaha isagaana geynaya xafiisyada cashuuraha beri haddaba maxaa dhacaya haddii loo shaqeeyuhu ka reebi waayo cashuurtii ku waajibtay qofkaasi shaqaalaha cashuur waxaa ku dhacaya loo shaqeeyaha laftiisa ayay mas-uuliyaddii saar
dusha ka saarmaysaa cashuurtii uu dayacay iyo ganaaxiiba. Maxay cashuurta macaashal macaashka ganacsigu? Cashuurta macaashal macaashka ganacsigu sida uu qaxayo qodobka 96-aad ee xeerka dakhliga cashuuraha bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland waa cashuurta macaashka ganacsiga ku waajibtay. Waa dakhli kasta oo qof ama shirkad kasoo gala hawl ganacsi ayaa la yiraahdaa cashuurta macaashal macaashka ganacsiga. Tani inta aan isugu imanayna daawadayaal barnaamijkan ka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij cusub oo taxanaa oo la magacbaxay barashada cashuuraha. Waxaana soo diyaarisay waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. Waxaana loogu talagalay in dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu baro noocyada kala duwan ee cashuuraha. Waa barnaamijkii shanaad. Sii ku waajibtay cashuurta macaashka ganacsiga? Waxay ku waajibtaa qof kasta oo degan dalka ama aan deganin oo dakhli ka hela gudaha dalka. Cashuur ku waajibto. Imisa la bixinaya cashuurta macaashka ganacsiga? Cashuurta macaashka ganacsiga ama macaashal macaashka ganacsiga waxaa la bixiyaa celcelis ahaan 12.1%. Hadaba miyaa layga baahan yahay xisaab xidh? Qofka ganacsadaha cashuurta macaash macaash ku waajibtay waxaa looga baahan yahay xisaab xidh sanad walba bisha afraad ugu dambeyn. Sidee loo bixiyaa cashuurta macaashka ganacsiga? Waxaa loo bixinayaa qiimeyn xafiiska cashuuraha bariga sameeyo oo ku fadhida xisaab xirka cashuur bixiyaha ama qiimeyn kale oo uu xafiisku ku sameeyey xog aan ahayn xisaab celinta uu la yimid cashuur bixiyuhu ayaa loo qaabeeyaa si loo bixiyo cashuurta macaashka macaashka. Maxay yihiin Maxamed Ismaaciilow kharashka loo ogol yahay qofka? Kharashaadka loo ogol yahay waxa weeye kharashaadkii uu ku soo saaray dakhliga uu ku helay sanadka. Goor baa la bixiyaa cashuurta ganacsiga? Cashuurta macaashal macaashka ganacsiga waxaa la bixiyaa ama lagu bixiyaa sanadle 12 bilood 1 mar. Xagee lagu bixinayaa cashuurta macaashka ganacsiga? Waxaa lagu bixiyaa xafiiska cashuuraha bariga ee ugu dhow goobtiisa ganacsiga. Hadaba haddii aan la habsaamo, maxaa dhacaya cashuurta macaashka ganacsiga? Ganaax. Maxay yihiin ganaaxyada cashuurta ganacsiga? Ganaaxyada cashuurta ganacsigu way fara badan yihiin. Waxay ku xidhan yihiin marba khaladka uu galo. Haduu la habsaamo xisaab celinta waqtigeedii oo kale 2% ayaa fuulaya bil walba. Tani inta aan isugu imanayna daawadayaal barnaamijkan ka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.